شتم السجانون كل شيء، الأمهات والزوجات وكل المقدسات. لم يكن لديهم أي رادع أو محرم. وفي النهار كان السجانون يعذبون ضحاياهم في الممر أمام الزنازين. صوت الضرب كان قريباً جداً إلينا، بينما يصرخ الضحايا كأنهم بيننا. طلبوا من كثير من ضحاياهم المشي على أيديهم وركبهم وتقليد صوت الحمار أو الكلب وهم يضربونهم. أحد السجانين يقول: ارفع صوتك، انبحك الكلب وامشي مثله، أنت كلب لا أكثر. الضحية يعوي ثم يتوسل إليهم، يقول: لم أفعل شيئا. السجان: هذه الحرية التي تريدون، سنعلمكم معنى الحرية يا أولاد الشرموطة. الضحية: أقسم بالله أني لم أتظاهر، أنا رجل أحب عملي وقد تزوجت منذ أقل من شهر. السجان: إذا أنت عريس جديد، تحدث لنا عن زوجتك، هل هي جميلة؟ كيف تضاجعها؟ السجان: حسنا، سنتوقف عن ضربك بشرط أن تقلد صوت زوجتك وهي تقذف عند وصولها إلى الرعشة وأنت تضاجعها. حاول الضحية التوسل إليهم ليتركوه، ازدادت حدة بكائه وبدأ بالنحيب مع اشتداد ضرب السجانين له وإهانته، حتى أخيراً بدأ بتقليد صوت زوجته، تأوه قليلاً محاولاً ثم صمت. تعالت ضحكات السجانين وقال أحدهم: أتقلد صوت زوجتك يا قليل الشرف؟ وانهالوا عليه ضرباً من جديد.